الهدف الرئيسي من هذه الندوة وهو إدماج الشباب اليافعين في سوق الشغل. الهدف ديالنا هو أننا نقيس أكبر عدد من المنقطعين عن الدراسة من أجل الإدماج وإعادة الإدماج. انطلاقا من تجربتنا احنا كجمعيتين بجهة الداخلة والذهب أنه نتوفر على تقريبا يقارب 300 مستفيد ومستفيدة اللي أولا عندهم مسارين، مسار تعليمي من خلال الدراسة وأيضا مسار مهني من خلال تعليم مجموعة من الورشات. الخدمة من داخل مراكز الفرصة الثانية هي خدمة مجانية 100%. الدكتور محمد مبارك رئيس جمعية العهد الجديد للتنمية والتعاضد مسيرة مركز الفارابي وأيضا ممثل عن جمعية جيل الغد للدفاع عن حقوق الطفل بمسيرة مركز المنسقة بمركز السلام الفارابي بمدينة الداخلة. اليوم احنا نتواجدوا في هذه الندوة الوطنية الأولى اللي نظمتها شبكة مدارس الفرصة الثانية بمدينة الرباط واللي تتكلم والدور ديالها ولان الهدف الرئيسي من هذه الندوة وهو إدماج الشباب اليافعين في سوق الشغل. انطلاقا من تجربتنا احنا كجمعيتين بجهة الداخلة والذهب انه نتوفر على تقريبا يقارب 300 مستفيد ومستفيدة اللي أولا عندهم مسارين، مسار تعليمي من خلال الدراسة وأيضا مسار مهني من خلال تعليم مجموعة من الورشات أهمها الحلاقات، إصلاح المحركات، مقاورب المحركات وأيضا إصلاح الهواتف، أيضا المساعدة الاجتماعية اللي كتشمل الإسعافات الأولية والتروض الطبي، أيضا الإعلاميات، وعندنا ورشة ثانية جديدة اللي ضفناها هذا العام هي ورشة الخياطة. بطبيعة الحال مدينة الداخلة هي جزء لا يتجزأ من الوطن وهي أيضا اللي نقول لك بأنه فيها واحد المجموعة ديال المقاطعين عن الدراسة. الجمعيتين بشراكة مع الأكاديمية الجوية للتربية والتكوين وأيضا المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم والذهب قامت بحملات تحسيسية مجتمعية للتحسيس بهذه الآفة من قطاع خاصة الظروف انقطاع عن الدراسة. الحصيلة الأولية كانت واحد المجموعة ديال الاستمارات اللي عبوها تلامذ المنقطعين عن الدراسة واللي عبروا عن رغبتهم في أيضا الرجوع للمقاعد ديال الدراسة. للأسف ما قدينا نلبوا جميع الطلبات لأن العدد كثير تقريبا ما يقارب تلقينا شي 431 والله 431 تقريبا طلب. احنا الطاقة الشعبية اللي عند المركزين يلا عندنا 300. الحمد لله تم الإدماج برسم الموسم 2023-2024 تم إدماج تقريبا ما يقارب إدماجهم أيضا في التعليم النظامي وإدماجهم أيضا في التكوين المهني الفلاحة أيضا إدماجهم في مؤسسات خاصة تقريبا ما يعادل 73% تقريبا بالنسبة ديال المستفيدين. حاليا هو دعم الشقين في ميزانية التسيير وفي ميزانية الاستثمار. هذا الدعم يشمل أيضا شراء المعدات عن طريق الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والتجهيزات وأيضا فيما يخص التسيير كتقوم به الجمعيتين. هي كتقوم الجمعية بالتعاقد مع الأطر وعقب بعد توقيع الاتفاقية يتم التعاقد مع الأطر الإدارية والتربوية والمهنية وثم ذلك بعد ذلك يتم الصرف لهم مستحقات هذوما عن طريق الجمعية. نطالبوا بأنه إدماء الانخراط الفعلي وأنا أسطر على هذه الكلمة بسطرين أو بثلاثة أو بعشرة أو بمئة وانخراط فعلي المجالس المنتخبة في هذا الورش الملكي الكبير اللي تم التوقيع أمام منظار صاحب الجلالة في 2018 باش ما نخلو حتى تلميذ ولا تلميذة خارج فضاء المؤسسة. التلاميذ إلى 20 سنة خاصهم يكونوا داخل فضاء المؤسسة وخاصهم يتعلموا حرفة باش منهم القدام إن شاء الله باش يا إما يدير بروجي ديالو يا إما يدخل في واحدة من المؤسسات البريفي. بطبيعة الحال خاصة القطاع الخاص والمجالس المنتخبة وبعض القطاعات الوزارية اللي خاصة تنفعل بجد تنخرط بجدية في هذا المشروع الملكي. أمينة بيوز عضو شبكة جمعية مدارس الفرصة الثانية لجيل جديد المغرب وكذلك رئيسة مؤسسة لمؤسسة نواة للحقوق والتنمية بإقليم تيشاوا. دونك حنا اليوم في هاد التظاهرة وهاد ليفينمون اللي هو كنعتبرو بأنه عرس. لماذا عرس؟ لأنه الشعار ديالو
هو إدماج شباب المنقطع عن الدراسة مسؤولية الجميع. دونك هنا الحدث غنتجمعوا فيه مجموعة ديال المتدخلين سواء المجال الخصوصي أو المجال المؤسساتي. دونك حنايا الهدف ديالنا هو أننا نقيس أكبر عدد من المنقطعين عن الدراسة من أجل الإدماج وإعادة الإدماج. لماذا؟ لأن سنويا كينقطع مجموعة ديال الشباب واليافعين. بالنسبة للإقليم اللي حنا كنشتغلوا فيه دونك كيتم كل سنة أننا كنشتغلوا مع ما يعادل 100-120 شاب، والحدود الآن في حدود 4 سنوات تم إدماج 412 شاب وشابة بما فيهم نسبة ديال 55% اللي هما فتيات، وكذلك العدد ديال 212 اللي هما في سوق الشغل. ودونك ما تبقى كيتم الإدماج ديالو سواء في أنه يتمم التكوين ديالو المهني أو في النظامي إن توفرت فيه الشروط. للأسف من بين التحديات اللي عندنا كمجتمع مدني وكجمعيات اللي كيشتغلوا في إطار شبكة، ما كنقدروش نجاوبوا على جميع طلبات ديال الشباب واليافعين المنقطعين عن الدراسة لأن المقاعد هي جد محدودة، طلب أكثر من العرض. دونك كنتمناو أنه في هذه السنوات القادمة أنه يتم تلبية الطلب ديالنا ويتم الدعم أكثر من أجل إدماج عدد أكبر من الشباب واليافعين داخل جميع الأقاليم اللي هي كتعاني من هذه الظاهرة. دونك اليوم توقعت واحد اتفاقية شراكة اللي هي فيها مجموعة ديال الالتزامات من طرفين اللي هي كتخص الدعم الاجتماعي والمواكبة لهاد اليافعين والشباب في عدة مجالات بما فيها التأهيل الشخصي وكذلك تأهيل الدعم الاجتماعي. دونك وخاصة بالنسبة للفتيات وخاصة بالنسبة للظاهرة اللي هي كاينة ظاهرة زواج طفلات. بين احنا الشريك الاساسي ديالنا هو وزاره التربيه الوطنيه. دونك الوزاره اللي عندها دعم مادي وكذلك دعم تقني لان كيكون مجموعه ديال المواكبه ديال الجمعيات اللي كتشتغل في الميدان، وكيكون عند واحد انكو بالنسبه لكل مستفيد اللي هو كيكون سنويا. الخدمه من داخل مراكز الفرصه الثانيه هي خدمه مجانيه 100% لان الشريك الاساسي كما قلنا هو وزاره التربيه الوطنيه، ولكن الدور ديالنا اننا كنلقاو شركاء اخرين اللي ممكن كيساهموا معنا باش اننا نقدروا نخدموا واحد المجموعه ديال الخدمات اللي هي تجيب عن الحاجيات ديال اليافعين والشباب اللي حنا كنشتغلوا معاهم واللي هما في وضعيه هشه.